ليش لهلا ما اجوا حبيبي؟ بجوز أرجمان غلط بالطريق، هلا بيوصلوا. مرحبا. اهلا وسهلا سيد عاكف. تفضل هي لورا. شكرا. إذا كتب كتاب خاص بياخدوا مبلغ أكبر بشوي. إيه كنا سوينا كتب كتاب عادي وبلا كل هالمصاريف. لا هالمصاري ما لها أي قيمة. مرحبا. أهلا وسهلا. إذا جاهزين منبلش. تمام. بس زينب لسه ما أجت. بالحقيقة أنا مستعجل، لسه في عندي كتب كتاب تاني. خلينا نبلش لبين ما يصلوا. ها؟ تمام. تفضل. تمام، انت ليلى دوغان بتوافقي ليكون جيهان كاراداك زوجي؟ موافق. انت جيهان كاراداك بتوافق انه ليلى دوغان تكون زوجتك؟ اكيد موافق. بالسلطة الممنوحة الي من البلدية وبحسب الشهود بعلنكن هلا زوج وزوجة، ألف مبروك، تتهنوا. شكرا لك. وينكن انتو؟ وين زينة؟ ضليت ساعتين اترجاها، بسبب رفيقتك ما لحقت كتب كتاب أخي. ليش؟ ما قبلت إنها تجي. على الخانم وموافقة على هالزواج. هي قالت لك هالشي؟ والله هذا اللي صار. ما كانت تشوفني مناسب لك حبيبتي. ما كنت بعتقد انه ممكن تتركني لحالي بهيك يوم. راح علي كتب الكتاب، يلا خليني بارك لك. ألف مبروك، إن شاء الله تتهنوا. عقبالك أنت كمان. تسلم. مرتخي. علمة. نحن عن جد آسفين كتير، يمكن فتنا على الغرفة الغلط. يلا نطلع حبيبي، نحن منعتذر كتير منك. وقفوا. ليلى أنت اطلعي واستنيني برا. ما فهمت، ليش لا أطلع لبري؟ اطلعي هلأ. لا خليكي، ما بدك تعرفي مين بيكون هالرجال اللي المفروض يكون زوجك يا بنتي؟ شو؟ هو سهري. شو ما بدك تعرفني على مرتك التانية؟ على كل الأحسن إنه أنا أعرفك عن حالي. أنا والد زوجة جيهان. هو صهري وزوج بنتي الوحيدة. مبين إنه خدعك بهالطريقة الوسخة من شان يحصل عليكي.